كلمة قلتها كانت ماما. ماما علمتني أقول شكراً من فضلك وأنا آسفة. ماما شجعت حبي للموسيقى وشجعتني ألعب الرياضة. أول هدية قدمتها كانت للماما. ماما دائماً تطبخ أكلاتي المفضلة وأنا كتير بحب أقضي وقت بالمطبخ مع ماما. شو؟ لابسة على الحبل اليوم؟ شو في؟ اليوم صحباتي لين وجولي جايين فبدي أعمل لهم something كتير special وبدي أفاجئهم. شو رأيك؟ شو تعملين؟ شو يعني بدك؟ أكيد الكب كيك اللي بتحبيهم. أنت عارفة إيش على بالي. طيب هلا بنعمل ترمسو الكب كيك. فهلا هون أول إشي بدنا نعمل النخل الطحين. أوكي؟ هلا بيكنج باودر بدي تحطي لي 3 معالق. هلا هون شوفي أنا بدي أحط ربع معلقة ملح. يلا هاي رشة الملح. يلا حطيهم ورا بعدين نستعملهم. هلا في شغلتين بدي أعلمك إياهم. جيبي لي هالكاستين هدول اللي وراكي. التنتين؟ هلا قبل بدي أعمل الكاكاو لأنه ناشف ما بدنا نبلبل هدول. نستعمل كل النواشف. هلا بدنا حليب. حليب بدنا كوب وثلث. هلا هون بدي تحطي لي معلقه واحده خل ابيض. هلا هون الكاكاو ماما اللي حطيناه قبل قد ايه حطينا؟ 3 ارباع. بدنا 3 ارباع مي سخنه. بتصبي انتي ولا خايفه؟ انتي صبي. طيب انا راح اصب لك مي. بتغلي صح؟ لازم مي، ما هو الكاكاو ما بيدوب الا مي سخنه. عندنا حوالي 200 جرام يعني اصبعين زبده. شوفي كيف بعمل، بقسمهم هيك. وبدي تعيري لي 2 كوب سكر مسح، وهذا السكر ناعم كاستر يعني مش الخشن ولا الباودر. ولا الباودر. ايوه برافو. حطي هون وكمان واحد ماما. يلا حطي هون. بدنا 6 بيضات. معلقة فانيلا شوي شوي. هلا شو بدنا نعمل؟ هذا اللبن بدك تصبي لي شوي وانا اصب شوي طحين وهي بتخلط. واخر اشي لازم يكون الطحين مش اشي السائل. بوقف. شوفي ما طولت لما حطيت الطحين لانه اما هو هلا انا بستعمل السباتشولا. شوفي بخلط كل الطحين لانه انا بدي الهواء يضل، ما بدي انا اعمل خبز حبيبتي، انا بدي اعمل كيك. انا بدي اخذ يعني شوي من العجينه. شوفي قديش، حوالي ثلثها خلينا نقول يكفي. هاي الشوكولاته اللي حركتيها ضيفيها هون شوي شوي وحركي هيك شوي شوي احسن. يلا حركي. يلا هلا بدي اياك تحطيها بالفرن. هيو حامي، احنا مولعينه قبل 10 دقائق على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. اوكي يلا ديري بالك. الكب كيكس اكلة كتير بحبها واليوم الماما علمتني كتير طرق ازين فيها الكب كيكس. صحباتي اليوم جايين يزوروني، رح أفاجئهم بأسكى كب كيكس بدوهم. برافو. شايفة هلا كيف بتشيكي؟ ها توزي تطلع نظيفة. لا ما لزق. هلا ما بتقدري، خليهم شوي يبردوا بعدين شوي شوي بالخشبية هيك. أنا بتحملوا إيدي الحم. بدك تصيري تشيلي هيك وتحطيهم هون. أوكي؟ بعد عشان هيك ما يعجنوا؟ عشان ما بيصير هون ينتركوا بالصينية لأنه لازم يكون
تحطيهم على راك يبردوا بصيروا معجنين. بدي اياك ينحض الكريمه. اعلمك كيف نحضر كريمه خفيفه. الكريمه هون عندنا هي 1 كوب ولازم تكون راسا من الثلاجه بارده، وكمان كوبايه كبيره انا زدتهم لانه عاملين كب كيك كثير. حطي لي عليهم 4 لـ5 معالق سكر بودره كبار. بدنا نولعها. شوفي على الواطي، وهلا بدي اغطيها على شايفه بدت معنا. عرفتي؟ طلع شايفه. يا اما انت بتمسكي لي او فينا نحطه بكاسه طويله وتصيري تعبي فيها بسهوله. عرفتي كيف؟ يلا حطي. شوية كاكاو ورشي هيك عليها. يلا دوقي لي شوفي لي كيف هيك الكريمة الخفيفة. شو رأيك؟ طلعي من جوا كيف الشوكولات؟ شايفي كيف العجينة؟ مش إنها هيك؟ مش ملزقة؟ أنا بدي أشوف رأي صاحباتك.